وضعية صغار الفلاحين الجزء منهم تخلى في ظل ندرة المياه واستنزاف المخدرات المائية، تخلى على نشاطه الفلاحي وأصبح يبحث عن موارد رزق أخرى. مراد بن جدو كاتب عام جمعية نحو فلاحة سيادية بالاختصار الاسم نفس، عضو شبكة شمال أفريقيا للسيادة الغذائية. باش نحكي شوية على الجمعية. جمعية في فضاء جهوي محلي، هدفها الأساسي هو تنظيم صغار الفلاحين والعمل معهم على تطوير زراعاتهم والحفاظ على الزراعة المحلية بما في ذلك البذور، وفق منوال وتخطيط إنتاج، معناها يراعي المقدرات المائية ويراعي كذلك معناها مستحقات السوق المحلية، وأيضا تدافع من أجل سياسات في المجال الفلاحي تكون سياسات سيادية تضمن حق صغار الفلاحين في الولوج إلى الأرض، وتضمن حق صغار الفلاحين في المحافظة على مقدرات الأجيال من المقدرات المائية ومن الرصيد العقاري الفلاحي في البلاد، وكذلك اعطاء الاعتبار للقطاع الفلاحي كمكون رئيس ومقاوم رئيس في الاقتصاد الوطني اللي نسعى أن نبنو لبناته بالعودة إلى القطاعات المنشأة. الجمعية زاد عندها محاور عمل كبرى تخدم فيها معناها يوميا، مكب عليها منذ سنوات، متعلقة بوضعية تعاضدية العمران، وحدة الانتاج التعاضدية العمران، وأيضا في منطقة مزبوزين، وأيضا وضعية الضيعة الفلاحية الاعتزاز 2 ووضعية الضيعة الفلاحية الاعتزاز 3 اللي نمط الانتاج اللي تاخذه المستغل والمسوغ الموجود توا يهدد وبصفة معناها محرجة. نحن نعتبر النقطة الأساسية والمهمة هي العمل مع صغار الفلاحين نحو بناء نموذج انتاج تعاوني يكفل معناها لهم معناها العيش الكريم، في علاقة بعملنا في شبكة شمال افريقيا والا في التنسيقية القطرية للشبكة. نسعى ان نشبكوا مع الجمعيات ذات الصلة بالنشاط نتاع شبكة شمال افريقيا وذات الصلة بنشاطنا، ونحاولوا ان نكونوا قاطرة لتحركات صغار الفلاحين، وأيضا صغار الفلاحين هنا نحكي على المزارعين ونحكي على مربي الماشية وكل القطاعات معناها الإنتاجية اللي مرتبطة بالقطاع الفلاحي، سواء كان فيما يتعلق بالناس اللي عندها مستغلات فلاحية عائلية وإلا مستغلات فلاحية متوسطة، وأيضا في علاقة بالمزارعين بدون أرض، الناس اللي ما عندهاش أراضي تستغلها واللي عايشة معناها من بيع قوة العمل متاحة وجهدها لكبار المستثمرين الفلاحيين وكبار ملكي الأراضي في البلاد.